عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري اجتماعها الدوري على مدار يومي الأربعاء والخميس بحضور رئيس الائتلاف الوطني سالم المصلت، وبحثت مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية واستمعت لتقارير المكاتب والدوائر واللجان، حيث استعرض الحضور المستجدات السياسية والأحداث السياسية المرتبطة والمؤثرة بالملف السوري. وتحدث رئيس الائتلاف الوطني حول لقائه بالمبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا، والذي أكد بدوره تمسك بلاده باستمرار حقوق الشعب السوري ومنع تعويم النظام أو رفع العقوبات عنه، والمشاركة بعملية إعادة الإعمار قبل إنجاز الانتقال السياسي وفق القرار الدولي 2254. من جانبه قدم نائب الرئيس عبد الأحد الصطيف إيجازا حول اللقاءات التي عقدتها دائرة العلاقات الخارجية مع الخارجية الهولندية والألمانية، كما قدم الأمين العام هيثم رحمة إحاطة حول نشاطات الأمانة العامة وأكد على أهمية متابعة خطوات التوسعة. وفي ذات الاجتماع قدم منسق دائرة الاستشارات الاستراتيجية أحمد طعمة قراءة سياسية لإحاطة المبعوث الأممي جير بيدرسون الأخيرة، كما واستمع الحضور لتقارير عمل مكتب النقابات والاتحادات الرياضية ومكتب الأحزاب والتيارات السياسية ولجنة العلاقات الدينية وهيئة المرأة ومكتب الدراسات والوثائق، إضافة إلى تقرير ميداني من لجنة الارتباط العسكرية.